تعاني البلاد منذ قرابة 10 سنوات من أزمة انقطاع التيار الكهربائي الدائم والمستمر وبشكل يومي، مما زاد من معاناة المواطن لأنها تمس مختلف جوانب الحياة، بالإضافة إلى تأثيراتها وانعكاساتها الاقتصادية والمالية. وتعد هذه الأزمة امتداداً لمجموعة متواصلة من الأزمات تتصاعد حدتها بتغير الظروف والسياقات المؤثرة بها. استمرار الأزمة يؤثر بشكل كبير على قطاعات واسعة في ليبيا، حيث تأثرت كافة القطاعات الاقتصادية، وتأثر القطاع التجاري بقلة الحركة التجارية وضعف القوة الشرائية لدى المواطنين نتيجة لارتفاع الأسعار بسبب الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب المحال التجارية جراء شراء الديزل والبنزين من السوق السوداء، إضافة إلى صيانة المولدات. أما على صعيد القطاع الصناعي، فتشير المعطيات إلى أن العديد من الورش والمصانع والمنشآت الاقتصادية قد توقفت كلياً أو جزئياً عن العمل في ظل الانقطاع المستمر للكهرباء، مما أدى إلى انضمام العاملين في هذه المنشآت إلى صفوف العاطلين عن العمل. ولم يكن القطاع الزراعي بحال أفضل، حيث أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى توقف المئات من آبار المياه عن العمل وعدم توفر المياه اللازمة لري المزروعات المختلفة وتعرض العديد من المحاصيل الزراعية للتلف. يضاف إلى ذلك التأثيرات على المسيرة التعليمية من خلال تأثيرها على عمل المعدات والتجهيزات وأجهزة الحاسوب التي تعتمد على الكهرباء، مما يؤثر على البنية المدرسية، بالإضافة إلى المخاطر النفسية والاجتماعية والتأثير السلبي على قدرة الطلاب على متابعة دروسهم في ظل إجرائهم امتحانات الفترة الثانية من الشهادة الثانوية. بعد 10 سنوات من المعاناة التي تسببت في العديد من الآثار السلبية في كافة القطاعات، يتطلب من صناع القرار في البلاد الوقوف أمام مسؤولياتهم لإيجاد حلول فورية لمشكلة الكهرباء، وذلك لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية للمواطن.